معي من أمام البرلمان البريطاني سيد عمر إسماعيل سكرتير حزب العمال عن دائرة ووتفورد. أهلا بك سيدي. إذن 327 يصوتون لصالح منع الخروج بدون اتفاق. هذه الهزيمة القاسية لبوريس جونسون وحزب المحافظين، هل تعتبر هذه الهزيمة نصرا لكم في حزب العمال؟ وما هي الخيارات أمامكم الآن؟ هي طبعا لا تعتبر نصر لحزب العمال فقط، ولكنها نصر للديمقراطية ونصر للأعداد الضخمة جدا في بريطانيا التي لا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي بالصورة التي يهدف إليها رئيس وزراء بريطانيا الجديد. الانتصار الذي يعني بتصويت ما يقرب من 21 عضو من أعضاء حزب المحافظين في الحكومة ما هو إلا بداية لمعركة طويلة في اعتقادي، يمكن يعني تأخذ أغلبية هذا الشهر وجزء كبير من أكتوبر كذلك. من الواضح أن السيد جونسون لن يستسلم بسهولة عندما دعا اليوم لإجراء انتخابات. حزب العمال له موقف واضح جدا من هذا، وهو لا يمكن دخول في انتخابات بدون ضمان أن في الفترة الانتخابية لن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن هذا قانون. يعني هذا الطلب ربما يعني ربما هذا ما هدد به سيد إسماعيل السيد بوريس جونسون منذ الأمس، وقال سأدعو إلى انتخابات مبكرة إذا تم تمرير مشروع القانون، وهو بالفعل طلب قبل قليل من مجلس العموم قدم مشروع قانون باتجاه الذهاب إلى انتخابات مبكرة في 15 من شهر أكتوبر المقبل. ما هو موقفكم في حزب العمال من هذا الطلب؟ احنا عايزين ضمانات الأول كحزب معارض، عايزين ضمانات أن في الفترة الانتخابية أو في الفترة التي تتعطل فيها الحكومة لن تخرج بريطانيا أوتوماتيكلي أو يعني بدون وجود قانون جديد في مكانه وفي محله، أو استغل هذه الفرصة السيد جونسون بخروج بريطانيا عندما لن تكون هناك حكومة فاعلة. لأن عند استقالة هذه الحكومة وعند حل هذا البرلمان من طرف الملكة لن يكون هناك يعني جهاز أو مجلس العموم لن يستطيع محاسبة أو إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل ولكن أوتوماتيكي. سيد إسماعيل، الأمر ربما يتعلق بالتواريخ، إذا كنت تسمعني، يتعلق بالمكر والكمائن والتلاعب بالتواريخ، لكن هذا الموعد 15 من شهر أكتوبر المقبل، أي قبل 16 يوما من موعد الخروج في 31 من شهر أكتوبر، ألا يعتبر هذا الموعد مناسبا لكم في حزب العمال؟ لا أعتقد أنه غير مناسب إطلاقا، لأنه في ضيق الوقت لسن قانون جديد يحتاج على أقل يعني تحت ضغط شديد يحتاج على أقل لمدة 10 أيام عمل دائب لمجلس العموم، وهذا يعني يضيق الفترة الزمنية من طرح قانون. لأن ما يحدث الآن هو عندما يتعطل البرلمان على حسب ما قدمه رئيس الوزراء وطلب الملكة من تعطيل عمل البرلمان، تسقط جميع القوانين التي ينظرها المجلس ويراجعها المجلس، وتبدأ عملية جديدة في بداية عودة البرلمان الجديد. فعودة البرلمان الجديد لو حصل فعلا الانتخابات واضحة. نعم واضح. هذه النقطة سيد إسماعيل. الآن نحن أمام أيام قليلة لبدء تجميد البرلمان لخمسة أسابيع، ما هي الخيارات أمامكم في حزب العمال وأمام المعارضة بشكل عام؟ ربما تملكون الأغلبية الآن في مجلس العموم، هل يمكن الذهاب إلى حجب الثقة عن حكومة بوريس جونسون أو الذهاب إلى تكتل وتحالف مع القوى المعارضة الأخرى لتشكيل حكومة؟ هل هذا السيناريو، هذا الخيار وارد أمامكم الآن؟
هذا السيناريو وارد إذا وافق رئيس الوزراء على القانون الجديد الذي سنه البرلمان اليوم، وهو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء حملة الانتخابية. في هذه الحالة فقط نستطيع أن ندخل انتخابات أو نصوت لصالح انتخابات جديدة في البلاد، ولكن بدون هذه الضمانات في مكانها أو في محلها لن نستطيع الدخول في مناقشات حول انتخابات جديدة، ونرفض رفضا تاما الدخول في هذه الانتخابات، لأنها ما هي إلا لعبة من السيد جونسون لتفويت الفرصة وبرضه الخروج في 31 أكتوبر. نعم السيد عمر إسماعيل سكرتير حزب العمال عن دائرة واتفورد، كنت معنا من أمام البرلمان البريطاني، شكرا جزيلا لك.